السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع سريع إن شاء الله ليميت فاست، عبارة عن موقع لتعدين تقريبا الدوجي كوين. كل ما عليك هو التسجيل والحصول على بونص 500 دوجي كوين، ما يصل إلى 500 دوجي كوين، على كل حال 50 دوجي كوين، السحب عند 20 دوجي كوين. معدل الربح تقريبا هنا ديالي انكروبت 118%. أنا سأقوم بتجربته بغرض الحصول على البونتي ونرى إن كان سيسحب أم لا. هنا للتسجيل فقط، نحن نسجل في مواقع. بالنسبة لموقع البونتي دائما أنا لا أنصح بالاستثمار بها إلا لمن أراد ويتحمل مسؤولية ذلك. أنا أشرح فقط، أشرح المواقع بغرض الحصول على البونتي، ولدي إثباتات السحب. بعض المواقع التي أعمل عليها لها إثبات سحب، من أراد أن يستثمر فليستثمر، ومن أراد أن يشتغل في البونتي فليشتغل في المجان. كل واحد مسؤول عن عمله. أنا فقط هنا بغرض الحصول على البونتي، وكذلك لا بأس إذا حصلنا على الخطة المجانية وقمنا بالسحب. إذا سحب سحب معنا، ما سحب ما سحب معنا. للتسجيل نقوم بالدخول من هنا، لوج إن أو ريجستري، هنا فورجيت باسبورد أو الريجستري. هنا استخدام اسم المستخدم الخاص بك، وهنا الإيميل، وهنا الباسبورد، ثم إعادة الباسبورد، ثم إدخال الريفرنس، ثم الدخول للموقع. سأترككم البين كود الحال الخاص بي أسفل الفيديو. إذا هذه واجهة الموقع من الداخل بعد التسجيل يا شباب. أنا قمت هنا بالتسجيل. طيب لنرى أين هي الخطة المجانية. إذا هنا يا شباب بعد الدخول للموقع ديبوزيت، هنا الموقع بيعطيك هنا الإيداع عبارة عن 500 دوج كوين شغالة، تمام. وهنا الربح اليومي 0.2%. طبعا لمن يريد الإيداع أن يقوم ب ثم الضغط على ديبوزيت. هذا هو 500 الدوج التي أعطاني هي الموقع للتعدين، تعدين الدوج كوين. كل يوم تدخل على الموقع وترى كم أرباحك اليومية. هنا تقوم بإضافة المحافظ الخاص بك من الولد. هذه المحافظ التي تعمل معها الموقع، عدة محافظ. من أراد أن يستثمر فليستثمر، يعني 1 دولار أو من يغامر يغامر. أنا لن أستثمر هنا، ولكن شرحته لمن أراد أو طلب مني شرح مواقع التعدين. طيب هنا عملية السحب. قبل السحب نقوم بعملية الإيداع، وهذا الإيداع الخاص بي من الموقع. إذا أردت الإيداع تقوم بكريديت ديبوزيت، إضافة الإيداع. أقل إيداع تقريبا هو 1 دولار. لا تستثمر مبالغ لست قادرا على استعادتها، استثمر مبالغ صغيرة بحيث إذا خسرت لا تؤثر عليك مثلا. ثم تختار هنا هل تريد 112% أو 115%، ولكن أقول لك أقل إيداع 31 دولار. اختر الباقة الأولى، أقل إيداع تقريبا هو 1 دولار. ثم تختار وسيلة الدفع فروم بلانس اللي هم رصيدك. إذا أردت الإيداع من الرصيد الخاص بك بإمكانك الإيداع من الرصيد الخاص بك، وبإمكانك اختيار مثلا البرفكت ماني أو الباير أو غيرها. إذا اخترنا البرفكت ماني، ثم الانفست هنا، إذا هنا 2 دولار سينقلك مباشرة إلى البرفكت ماني، وتقوم بعملية الإيداع. هذا هو تسجيل الدخول في الموقع. إذا أردت إيداع أي عملة رقمية مثلا دوجي كوين، تختار الدوجي كوين. الدوجي كوين 20
قطعة من الدوجي كوين. إذا أردت الاستثمار باللايت كوين 0.6 تمام، ثم تختار الانفست. طيب إذا أردت السحب عند السحب، عندما يصل رصيدك لحد السحب اللي هو 20 دوج كوين، تختار عملية أي عملية سحب تريدها، ثم هنا البرفكت ماني يقول لك أن أقل عملية سحب هو 20 سنت، ثم تقوم بعملية إدخال الولد الخاص بك، ثم الضغط على ويذر ثرو. صراحة أنا أرى أن الموقع هذا ممتاز لمن أراد أن يشتغل عليه. هنا البنص الخاص بي، إذا وهنا شغالة الخطة، شغالة تاريخ 27/6. هنا موجود بقي شرح البونتي. البونتي تقوم ب هنا اللي هي نشطة، هذه هي التي الخطة التي أعطاني إياها الموقع. هنا يوجد بونتي أو مكافأة، تقوم بعمل فيديو وإرساله إلى هنا، أو تقوم بعمل برنامج أو مدونة، أو تقوم بالنشر على الفيسبوك، أو تقوم ببرنامج التويتر، ثم تلصق الرابط الخاص بك هنا. هذا كل ما في الأمر لمن أراد استخدام البونتي، لمن أراد الاستثمار، لمن أراد العمل على هذا الموقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا نتحمل أي مسؤولية في حالة إغلاق الموقع. دمتم في حفظ الله ورعايته.